الحقيقة منيا الحقيقة من أحد أهم المحافظات اللي بتتعمل فيها مشروعات الاستصلاح الزراعي، ويمكن المستهدف في المنيا أن يبقى عندنا 1,000,000 فدان جديدة، منهم أكتر من 800,000 فدان في غرب المنيا وغرب غرب المنيا ودرب البهنساوي ومناطق الاستصلاح في غرب ملاوي، وأيضا المشروع العملاق اللي بتعمله القوات المسلحة ما بين محافظتين المنيا وبني سويف. ودي نماذج من المشروعات بالفعل اللي النهاردة دخلت الخدمة وفي هذه المناطق، وده طبعا الجزء الخاص اللي تم استصلاحه من إجمالي 181,000 فدان اللي هم مرتبطين بمصنع القناة للسكر. مشروع الثروة الحيوانية بغرب غرب المنيا اللي النهاردة برضو نشرف إن شاء الله بافتتاحه أمام فخامة الرئيس.